السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب ان شاء الله. طيب المعلم كلاش راح راجعلك بايه بقى؟ بتراك اسمه جليتش، فاهمني؟ فبكلاش وحشنا برضو، فبقالنا كتير ما عملناش عليه رياكشن، هنخش نعمل على جليتش رياكشن. بس يا ريت قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب وشير الفيديو ده مع صحابك عشان نكبر بيكم بإذن الله. عندك بس ايه الأول؟ عايز اعرفك على حاجة عندك هنا، اظن هنا واضح في الكاميرا، ده الشاي المصري. الشاي المصري لا يختلف كثيرا عن الشاي العربي. نولع سيجارة، فاهمين؟ عشان ايه برضو نروح ايه مع المود، انت فاهمني؟ وصوت الولاية الرغاية دي حقكوا عليا. خلصتي ولا ايه؟ عايزين نشوف الناس بتقول ايه. طب زي ما انتوا شفتوا كده الموضوع اللي حصل، فيلا عد 1 2 3 ونخش على رياكشن. يلا ماشي، 1 2 3 يلا كلاش، 3 2 1 جو. والله لك احلى سيجاري. اوعى بس تكون ايه اخونا دخل في الدارك، يعني انتوا فاهمين هو شكله راجع بالدارك. هل هو بقى التراك ده دس؟ هل دس؟ هل نكش السلومو؟ هل اعادة بيف القيادات؟ هنشوف بقى الدنيا هتمشي ازاي. بس يعني الدخلة ويرد شوية في الأول. في الواقع او في الجيم جامد عندي الايم ايه سي طلقة في راس العدو اجيب لخصومي الطيم يا عيني؟ طلقة عند خصومة اجيب لخصومي الضيم الايم. يلا روح، انت شكلك راجع على موت. لهم حساب كان واحد ولا 200 هيحتج منهم في طريقي اقول له هلا بالسيم يا جيت الجودزيلا من جانا عطلة مما لا يا عدا عيني جاني جودزيلا من جانا عطلة باك. السهرة مع كلوشة غير، واحد ولا 200 هيحتج منهم في طريقي اقول قول له له هلا هلا بالزين. بالسيم جيت الجودزيلا من جانا عطلة عطلة مما اه لا عدلة اه يا عيني مشكلة معطلة من معطلة، ما عندي أي مشكلة. على فكرة شكله تراب البيت ده، البيت ده مش اولد. لا اه مكمل استبدله. يا عيني رحم الله ببلاها، دول امور عقباها. والله الجاهل راجع بفلوهات وراجع بسكيلز، وهو كاتب اهو عندي سكيلز ماشي كمامة. ودي ودي احنا في ظهرك يا صاحبي. اه يعني كلايك دي الامور لا تحمد عقباها. روح يا معلم. يبص يقولوا كيف الحركة دي سواها تبغاها تعقباها كماها عماها جاها. بصوا الحركة دي كيف سواها. ما نقدرش نقول ان العراب وقع، انت هنا ما تقدرش تقول. واللي يقول ان العراب وقع من على البيت هنا يبقى بصوا هو مش وقع من على البيت، بس دي ما اسمهاش وقع من على البيت. بس تقسيمة السيلابلز في البار ما كانتش احسن حاجة، مش اكتر. نكمل يا عيني ايه الفلو ده؟ سمعنا يا عم. ياها اه واها باك رماها جاها اه على فكرة شكله اعلان، شكله اعلان لبابجي او حاجه زي كده، او فري فاير ممكن، ممكن برضو كول اوف ديوتي. اه ماشي حتى الكورس يا جاي، حتى الكورس جامد. نرجع بقى للشاي المصري، فاهمين؟ يعني مصري ممكن يستغنى عن اي حاجة الا القهوة والشاي، والشاي بالذات. احب اشارككم كل حاجة بأمانة. يعني بصوا ايه، خلونا بقى على الله مع بعضينا بقى النهاردة.
يلا يا كلاش ودي. انا لاني جاي على ولاعب اكثر، حتى الاعلان عامله حلو مع الاعتبار ان هو الراجل راجع بقاله شهر مبطل باين وماسح تراكاته، فشوت اوت بامانه. اكثر ولا نسوي ليفل مجوي. يا عيني عليك، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، يعني حتى لو ده اعلان بس هو فاشخ ام البيت في الاعلان. نظامي كلاشي يمشي كده كده. با 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 غلمان وجواري انا الساري مكمل مكمل. اتاري اداري اباري. مش عارف اقول ايه، فهنكمل عشان ايه اقول لكم رايي في الاخر باذن الله. تتسكن اتمكن. ساحة لا يسمن. تتمكن الرايمز يا عم، الرايم الرايم. ظهري يتضمن لا يتأمن لا يسمن. روح طافر. الكرس، حتى الكرس جامد. كارت انا اللعب اكثر. عامل شغل حلو قوي. روح الجميل في كلاش ان هو يعني فهمني اللي انا سمعته قبل كده كان اولد، فلا ان هو غير لونه في المتلازمة لو تفتكروا، عمل نص اولد ونص نيو، فحتى البيت ده برضو اولد، البيت ده نيو يعتبر. ف جميل كلاش، اثبت لي ان هو متمكن بأمانة. كسر. فار. البيت فشيخ. نرجع برضو للشاي، فعايز عايز يعني فاهمني شلة شاي الخمسينة بتاعنا، عايز اعرف رأيكم برضو. بسم الله والله ما عزو عليك، اهلا مسا عليك. انت ممكن تكون مستغرب احنا في العيد وبنشرب شاي، بس ايه الشاي عندنا اساسي في مصريين الشاي معروفة. بصوا ده اللوكيشن بتاع التصوير تقريبا، حد برضو يبقى يقول بس ده تقريبا شكل اللوكيشن بتاع التصوير. في حاجة طيب ولا كسر. بيت البيت البيت. عيش معايا اللحظة. رحت صدقوا ممكن كنت انزل عليه فري ستايل كده قدامكم، بس مش مشكلة. مرحبا بعودة العراب، يا ريت لو شفت الكومنت ده في اي حتة تبقى تعمله لايك وتسيب لي في ريبلاي كده الاغنية اللي انت حابب نعمل لك عليها رياكشن باذن الله. بس دي كل حاجة عندنا النهاردة، زي ما انتوا شفتوا كلاش متجدد بصراحة، عجبني في النزلة نزل على البيت نيو. فبس والظاهر ان هو كان اعلان لشركة تقريبا زي ما قلت لكم، لعبة بان لعبة حرب او كده. مفيش حاجة تانية تتقال، القوافي كانت جميلة برضه عشان ما انساش، وبرضه عشان ما انساش ان انت لازم ما تنساش تنزل تعمل لايك دلوقتي. اوكي مش عايز دي في دي؟ نعم دي في دي؟ دي في دي نجيب له دي في دي؟ دي كل حاجة عندنا النهاردة، يا ريت قبل ما اقفل ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب وشير الفيديو مع اصحابك عشان نكبر بيكم بإذن الله. وبس كده، سلام.